متتبعي قناة أنفاس بريس، مرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد الذي نستضيف فيه السي يوسف الخيس رئيس جمعية الأمل للمعاقين بالحي المحمدي. الموضوع هو الإشكاليات والإكراهات التي تعانيها فئة المعاقين على مستوى مدينة الدار البيضاء. السي يوسف مرحبا بك. مرحبا أخ سحمد. السي يوسف، من بين الفئات اللي عانت كثيرا على مستوى يعني جائحة كورونا فئة المعاقين سواء ذهنيا أو المعاقين بصفة عامة، بسبتك أنت رئيس جمعية الأمل، أشنا أهم المشاكل اللي عانوها المعاقين بسبب الجائحة هذه؟ أولا بالنسبة للأشخاص المعاقين المعاناة ديالهم فيما يخص هذه الجائحة، هو كان معاناة على قسمين. كاين الاشخاص المعاقين اللي كانوا تحدوا الاعاقه وكان عندهم مشاريع مديره للدخل كيشتغل عادي، دونك عانى في الجائحه، عانى لان ما بقاش مورد الرزق وربما تم حسب الاعاقه ديالو. وكاين الفئه اللي كانت كتقرا، اطفال كان عندهم واحد التواصل مع المربيات مع الاطر الطبيه وشبه الطبيه في الترويض الطبي في ترويض النطق في الحس الحركي، وتقريبا داس واحد 3 أو 4 أشهر ما كانش واحد التواصل، ربما كانت الطريقة ديالها عن بعد، ولكن بالنسبة للشخص أو الطفل المعاق كيصعب عليه باش هذاك المعلومات اللي عنده، لأنه هو كنعرفوا بأن عنده خصوصية ديالو. دونك هذه المعاناة اللي عانى انعكست عليه، وحنا لاحظناها في الدخول المدرسي، بزاف ديال الوليدات لقيناهم تراجعوا على المكتسبات اللي كانت عندهم وبدينا كنبداو ازيرو. دابا واش كاين شي موكبه بالنسبه للاطفال هذا؟ الحمد لله دابا مني تعطات انطلاقه ديال الدخول المدرسي، يعني كنا بدينا تقريبا غالبا بدينا في اكتوبر، بدينا معاهم برامج جديده. اولا حاولنا نفسروا لهم ونحسوهم بهذا الفيروس بهذا المرض، لان كنعرفوا الاطفال اخص المعاقين ذهنيا اللي عندنا ما كيقدرش يميز، بالنسبه لي كل شيء راه يمكن يعنقو، كل شيء يقدر يبوسو، وكل شيء بالنسبه لي ما عندوش ديك الاحتياطات ديالو. كنحاولوا نوضحوا ليه بان كاين واحد الفيروس خاطر عليه. الحمد لله مش سجلناش في المراكز ديالنا بثلاثه اي حاله، ولكن بقينا وكنوصلوا حتى الاباء هاد الوليد يبقى في الدار ما يخرجش، تعاملوا معاه بان وليد اللي هو تري سونسيبل ويمكن ليه في اي لحظه يشدوا، لان احنا ما عندناش غير الاطفال، عندنا حتى الدراري شويه كبار اللي هو معرضين لهذا الفيروس. اللي لاحظتي معايا على مستوى مدينه الدار البيضاء كاين بزاف تاع الجمعيات تاع المعاقين، واش كاين شي تنسيق بيناتكم ولا كل واحد تيلغي بالغا في هذا الاطار؟ لا، كاين واحد الكوليكتيف، كاين واحد الكوليكتيف ديال الاشخاص المعاقين، كاين اللي منخرط فيه كاين اللي ما دخلش فيه. حقيقه باقي ما وحدناش الرؤيه ديالنا كجمعيات، لان الاشكاليه اللي كاينه كاين الجمعيات اللي عندها مراكز اللي كتقري كتقدم خدمه يوميه، وكاين الجمعيات اللي هذوك الناس اللي عندهم غير التوجيه وكيدعموا المعاقين في كراسي في عكاكيز. ما تفكروش ديروا شي فيدراليه؟ كاينه هذه ديال الكوليكتيف، حنا كنتكلم دابا الكوليكتيف اللي كيتكلم على حقوق الشخص المعاق، ولكن باقي ما وصلناش يكون عندنا مخاطب واحد، لان يمكن في الدار البيضاء احنا باقي ما موحدينش الرؤيه ديالنا. ما تشوفش بان السلبيات ان المطالب ديالكم تتبقى مؤجله وان ما كاينش هذاك المخاطب الواحد بالنسبه لنا؟ اكيد اكيد. كل واحد عنده كيما ملف مطلبي ديالو. احنا اللي عندنا مراكز للدراري كيكون عندنا بحال كنتكلموا على نصف يوم، يعني تقريبا واحد لا دومي بونسيون كتكون عندنا الوليدات. احنا المطالب ديالنا كتختلف على المطالب ديال الجمعيات اللي كتقدم خدمه ديال الكراسي. احنا عندنا خصك تعطيه النقل ديالو، تعطيه التمدروس، تعطيه الخدمات الطبيه، هذا خطاب اخر. وبالفعل كنعانيو كنا كجمعيات اللي مهتمه بالمراكز، والحمد لله تقريبا كاين مجموعه ديال الجمعيات استطاعوا، ما نقولش نعوضوا الدوله ولكن نواكبوا الى جانب الوزاره بالنهوض بوضعيه المعاق، لان كيصعب على الوزاره بوحدها باش تدمج هاد الاطفال المعاقين. اولا دارت عدة تجارب الوزارة في إدماج الطفل المعاق داخل المؤسسة التعليمية، ولكن كتبقى بأن ما وصلش لذلك الطموحات ديالنا. يعني ملي كدير الدولة واحد قسم مدمج داخل واحد المدرسة عادية، ربما ما مهيئينش حنا الظروف ديال ديك المدرسة باش نوصلوا لهم بأن راه كاين واحد الوليد طفل معاق، كيفاش نتعاملوا معاه؟ هنا فاش كيكون في عود ما غنمشيو هذاك الوليد
نقدوه. ربما بعض الدراري كيقدروا يضحكوا عليه يستهزؤوا منه، لان الثقافه ديالنا باقي الاساسيده اللي كاين في دوك المدارس هما خصهم واحد التكوين خاص بقضيه الشخص المعاق باش يمكن لهم يتعاملوا مع ذاك الوليد. اذا كنعرفوا بان التجربه كاينين، لان المهم انا كنعتبرها نقطه مزيانه، لان الا شفنا غير المراكز ما يمكنش لها توافي بالوليدات اللي خصهم يقراوا. حنا كنتكلموا على الاطفال المعاقين دينيا، كنتكلموا على التوحد، هذا المرض اللي هو جديد كان وقديم ولكن التشخيص ديالو يلاه اكثر. كنتكلموا على الناس ديال الصم والبكم، وكنتكلموا على المكفوفين. اليوم الطريقه ديال المدرسه الدامجه اللي كنتكلموا عليها، هذا المفهوم الجديد ديال تكون المدرسه كتستقبل هذاك الوليد ومن وراها يمكن يتكون في ذاك القسم ونحاولوا ندمجوه مع وليدات عاديين. ولكن انا اعتقد بان من خلال ذاك التكوين ديال الاساسيده خاص يكون حتى الاساسيده خاصهم يكونوا مكونوا كيفاش يتعاملوا مع ذاك الوليد، لان حنا اش كنطلبوا؟ هذاك الوليد ما يمكنش لينا غنجو وغدا غنقول له غندمجوه في مدرسه عاديه في واحد القسم، خصو تكون معاه واحد المربيه اللي غتكون معاه، لان عنده واحد الحاجيات ديالو كيمكن ليه يجو دي كريز داخل القسم، ربما الوليدات ما يعرفوش يتعاملوا معاه، ربما الاستاذ ما يعرفش يتعامل معاه. ولكن باقى الوزاره كتقول لك اودي ما يمكنش يدخل شي واحد في القسم مع الى جانب الاستاذ. اذا باقى اشكاليه عندنا ما بين الوزاره اللي خصها تفهم بان هذاك الوليد بيمكن نطلقوه مباشره، الا كنعرفوا بان بالفعل راه تدمج. هضرنا على الميل في المطلبي، من الميل من بين النقاط تاع الميل في المطلبي هي المجاني على مستوى التنقل. الان الدار البيضاء حافلات جديده وباقي المشكل مطروح، بالنسبه لكم كيفاش تشوفوا هذا الامر هذا؟ اولا هذا الملف ديال النقل هو طلب ما بين المطالب ديال الاشخاص المعاقين. اولا حنا كنتكلموا على واحد جوج القوانين اللي دازوا، كاين القانون الرعايه الاجتماعي للاشخاص المعاقين اللي كان صادق عليه في البرلمان سنه 92 واللي ما كانش التفعيل ديالو ما خرجوش النصوص ديالو اللي كيطلب اللي كيتكلم على حق الوروجيات، حق التمدروس، واحد المنحه اللي تكون للشخص المعاق. لان ما كنتكلموش على المعاق اللي كيمكن يشتغل، كنتكلموا على المعاق اللي عنده اعاقه مركبه وبالغه، اللي المسكينه الام هي اللي كتعاني الاعاقه. علاش؟ لان خصو واحد الدواء ديالو الا ما خادوش يقدر يغيب، خصو ليكوش، خصو واحد الماكله سبيسيال، الام اللي كتهز هذاك المعاناه ديالها. اذا حنا هذا الملف ما بين الملف المطلبي ديالنا وهو النقل. اكيد في جميع القوانين اللي جات، لا القانون ديال 92 او القانون 97 او القانون اطار 97 13 اللي كان جا، ما كيتكلمش على مجانيه النقل، كيتكلم على ربما تكون واحد اما مساهمه رمزيه او مهم ما تكونش واحد التذكره مجانيه. وانا كنمشي فيها على اساس تكون واحد المساهمه رمزيه من طرف المعاقين، لان مهما كان الحال يعني انت ماشي ضمن التوجه اللي تيقول تذكره مجانيه، ولكن تكون مساهمه، تكون واحد المساهمه رمزيه. الا كنا بخمسه دراهم ندير واحد الدرهم ولا درهم ونص، لان حنا نساهموا، لان مهما كان الحال الى جانب الرفيق، لان كنتكلم انا المعاق والمرافق. لان علاش المرافق؟ واحد الولد معاق مركبه امه، ولا بد هي خصها هي تستافد من نفس الامتيازات في هذاك الوليد المعاق، لان هي ما خارجاش باش للسوق، راه غادا بين اما الابن ورش باش يداوى، اما لواحد الفحص الطبي. المهم اعتقد بان للاسف الشديد الجماعه، كنتكلم على جماعه الدار البيضاء وما بينها جماعه ديال الرباط، جماعه ديال مراكش، هل الجماعات ما فكروش في دفتر التحملات بان يديروا مع الشركه اللي جات جديده، وما كلهم كانوا كيتعاملوا مع شركات قدام وما كانش النصوص كتبين واحد البند بان راه الشخص المعاق يمكن ليه يكون اما مجانيه اما بواحد التذكره رمزيه. انت كنت عضو في مجلس المدينه في الفتره السابقه، واش انت يعني طرحتي هذه الفكره في الدوره تاع المجلس ولا في اللجان تاع المجلس؟ دافعتي على هذه الرؤيه ولا كنتي؟ انا دائما حاولت في اي نقطه اللي كانت كتثار، في اي نقطه اللي كتهم المواطنين، كنت كناخذ كلمه وكنقول لهم ولا بد ما تلتفتوا للشخص المعاق. مجموعه ديال المحطات وكانوا نضالات امام الولايه، وحاولت تدخلت كعضو وكمعاق وكرئيس جمعيه، وكان واحد لقاء مع السيد الوالي، لان كان واحد الوقيته كان السيد الوالي السابق كان رافض يستقبل واحد الفئه ديال المعاقين على شي ديال الكريم ديالهم، وحاولت باش السيد الوالي يستقبلهم
هذه ما بين النقاط اللي كندافع عليها. كذلك كندافع على الورجيات. حاولت نهار كان كيتصوب هذاك الشيء ديال الترامواي كنت كنسق مع السيد. نرجعوا للمشكل تاع الورجيات. انت شخص من ذوي الاحتياجات الخاصه، واش هذا تيكون واحد القيمه مضافه بالنسبه للانسان اللي تدافع على الناس ذوي الاحتياجات الخاصه، ولا اي انسان يقدر يحمل هذه الرساله ويدافع عليها؟ لا اعتقد بان هذا ماشي ملف محصور عندنا احنا كمعاقين. لا، اي واحد ابسط حق من الحقوق هو تعطيني واحد وسيله الولوج اللي كتعطيني واحد الكرامه ديالي. ما يمكنش لي واحد مرفق عمومي واللي كنمشيو فيه كنا هذاك السيد اللي ساوي كيقدر ينزل في الدروج وكيدير تصحيح الامضاء ديالو او كيحصل الوثيقه ديالو، ولكن بقى الفوق بكرسي متحرك او بعكاكيز ديالي وما كديش ننزل وكنطلب شكون اللي يمكن يطلع عليا. الو بان ذاك الموظف ربما القانون كيمنعو باش يهز ذاك الروجيستر ويخرج عندي. علاش؟ انا راه ماشي قضيه الاعاقه، الاعاقه عندنا في المحيط ديالنا هي اللي كتثبتنا الاعاقه ديالنا. واش قدرنا يعني في هذا المشكل تاع الاعاقه نحيدوا النظره السوداويه بالنسبه للانسان المعاق؟ انسان ذوي احتياجات خاصه هو انسان طبيعي قادر باش يعطيق، والتجارب بينات بان كاين الناس اللي وصلوا للاماكن اللي هي مرموقه بالاعاقه ديالو. اكيد هو موضوع الاعاقه تطور شيئا ما. يعني اسمح لي قطعتك، حتى الاعاقه المعاقين ما بقاش تقال المعاقين ولات عندها وضعيه الاعاقه. كنقول نقولوا وضعيه الاعاقه، ولكن اللي بغيت نقول انا بان وضعيه المعاق شيئا ما تحسنت بارابور حنا اللي كنا في الستينات. اولا كانوا الامراض بحال كمرض الشلل اللي ما بقاش، لان يعني صابين بالشلل بالطريقه ديال التلقيح المغاربي، لان هذا الفيروس كان كينتقل من دوله لدوله، يعني الجزائر موريتانيا وكان كيدخل لتونس وهذا. دونك الحمد لله ملي داروا التلقيح يعني كيكون في اكتوبر التلقيح ضد الشلل، من 1995 ما بقيناش شجنا حاله، عدم امتياز. يعني بزاف ديال الامراض ما بقاتش، بداو امراض كيبانوا اخرى مثلا الولاده العسيره هي اللي كتجيب لنا هذه الاعاقه الجسديه والذهنيه. نقدر نقول لك اودي بان منظور نظره المجتمع للمعاق ما بقاش تبدلات. كان بكري كينعتونا بالعراج، كينعتونا بشي حويجات. اليوم الحمد لله ما نقولش بان الحمد لله كاين تفاهم ديال وضعيه المعاق. الناس كتقطعك الشارع، الناس كتعاونك لا بغيتي تطلع كيعطيك واحد ايد الله. المهم الحمد لله كاين، اعتقد انا بان انا لهذا الشيء كنشوفه بان تغييرات نظره المجتمع من ناحيه المعاق، ولكن ربما من ناحيه المسؤولين كاينه الرغبه السياسيه ولكن الاراده ما كايناش. الرغبه السياسيه غادي نعطيو باغي نديروا لوجيات، ولكن ملي كتمشي مثلا الولايه او الجامعه لا على مستوى المؤسسات العموميه اللي لا تبنات ما كاينش للاسف الشديد. علاش؟ حنا كانت واحد التجربه بدات ديال تكون واحد شارع والوج كما كنقولوا، هو شارع في مراكش، ولكن كان الدعم ديال الاتحاد الاوروبي وتعطى دابا لشنا شارع محمد السادس، يعني فيه الولوجيات كله لا المرافق ديال المطاعم على مستوى مدينه مراكش والدار البيضاء باقي ما وصلناش لها. بداو كيديروا واحد التجربه فقط واحد الوالي السابق دار واحد التجربه ولكن ما عطاتش. فين دارت التجربه دي؟ دارت غير بعض الاماكن ديال لي تروطوار باش يمكن هذاك مول الكروسي يطلع، لان لا شتي بعض المرات كنلقى التروطوار عالي انفا هادي لا في شارع انفا. بدات التجربه ولكن ما تعطاتش. انا اعتقد بان كل عمله خصها هي دير المشروع ديالها. كل مقاطعه ديال مقاطعه اللي عندنا 16 مقاطعه في مدينه الدار البيضاء، كل مقاطعه ملي كنبغيو نديروا هذاك البافي وكنبداو نصوبوا لي تروطوار خصنا نراعيو بان راه كاين واحد الشخص المعاق راه خصو يدوز بالكروسه ديالو، علما بان خصنا على الاقل نخليو ليه الطريق من يدوز. يعني ما تكونش واحد استغلال الملك العمومي وهذاك من الكرسي المتحرك ننزلوا للشارع ونعرضوه للحوادث. اذا مسكين كرسي متحرك الا ما عطيناش لو باساج ديالو. دونك اعتقد بان باقي عندنا نقاط سوداء على مستوى الدار البيضاء فيما يخص المرافق. كاين واحد التجربه ديال فيما يخص الولوجيات، كاين واحد التجربه دارتها العماره عين سبع وحاولت دافت على الفكره، هو داروا واحد لاسونسور واحد المصعد خاص بالناس من التحت حتى كيطلعك هذا امتياز وما كرهش يتعمم على مستوى ديال العمالات. الا شنا بمسيك شنا العماله ديال مولاي رشيد ما فيهمش لوجيات. اذا هذا المعاق كان حرموه من حقه ستان دروا ديالو. في 18 فبراير الاخير احتفل المغاربه بهذيك السلامه الطرقيه، والمعاقين ولا ذوي الاحتياجات الخاصه هم المعرضين الاكثر للحوادث السير.
يعني انتم شنو الافكار ديالكم ولا الخطط ديالكم باش يتم معالجه هذا الامر هذا على مستوى السلامه الطرق؟ اولا بالنسبه لهذه العمليه ديال النقل والتنقل على مستوى مدينه الدار البيضاء، ناقص واحد العمليه ديال التشوير. حنا ما كنشوفوش، كنشوفو المكفوفين، ما كاينش هذاك الصوت اللي كيعطيهم ان خصو يقطع. كنشوفو الناس ديال الصم والبكم، ما كاينش الاشارات. وما ما اللي وقع السنه الفارطه ديال داك الوليد اللي هو صم وبكم، والنظر لان ما كاينش التشوير، واللي عندهم المركز ديالهم في درب بنجديه وتوفى وداز منه واحد ترونسبور قتلو، هذه شنو هي؟ ما كانش التشوير. المشكل اللي واقع عندنا في الدار البيضاء حتى الناس الاسويه ما كاينش علامه التشوير، كاين نقص مدينه الدار البيضاء على التشوير. بعد ما خصو يكون اللي كنشوفوا بزاف وهما لي بالون ديال الاشهار اكثر من علامات التشوير. الناس هاد المسؤولين اللي كاين على رؤساء المقاطعات ما كيفكروش ديال اولا ما كاينش التشوير على مستوى ديال الاناره، التشوير حتى بالنسبه للارض حتى الارض. حنا كنشوفوا التجربه اللي كنقول هنا كانت ناجحه، لان كان هذاك السيد المدير ديال النقل اللي دابا اللي كان مكلف بالتراموي كان كينسق معنا، وكنا كنعطوا الافكار ديالنا. هذا الشيء علاش تراموي فيه الولوجيات بالنسبه للناس المكفوفين، عندهم واحد الطريقه ديال كيفاش كيلمس هذاك الارض باش يعرف الصورة الا قربت مره معرض للخطر. دونك كانت اتخذت جميع التدابير وكاع لي بريكوسيون اللي خصهم يكونوا كانوا في المواصفات في التراموي. بالنسبه للمدينه الدار البيضاء هذا النقل اللي جابوا مزيان، مبادره زويونه، داروا ديك لي باساج لونديكاب، ولكن تدير هذاك لاكسي ديك لابونت وما تعطينيش حق الولوج بواحد الثمن رمزي، لا راه ما درتي والو. لان حنا كانت عندنا واحد كنقول بان كان عندنا ان دروا، كان واحد حق مكتسب هو عرف من الزمان، ملي كان الطاك ملي كان الطاك شاده غير الوزاره، كان وكاله مستقله ديال النقل، ومن وراء خات الجماعه ديال ميدينا بوس، كان دائما الشخص المعاق ما كيتكلموش معاه. اليوم شركه ارزا علاش؟ اولا ما جاتش في البوم ديالها بان خاص المعاق، ما كانش من الناس ما فكروش لينا، لان هذا اتفاقيه جديده في هذا المجلس الجديد ديال 2015 ديال 2021، هذا اتفاقيه جديده ما فكروش ذاك الشخص المعاق. اذا ملي فكرتي تجيب غير الكيران جداد ودينا لابونت وما فكرتيش لينا بان هذاك السيد ما عندوش واحد الدخل. المعاق راه كنعرفوا بان الاشخاص المعاقين راه جاوا لهم في واحد المنطقه اللي هي فيها الهشاشه، لان الاعاقه ملي كتجي بشويه الفقر، كتجي الناس ما كيتبعوش، ما كيمشوش يديروا السبيطارات، هادشي ملي كتجي الاعاقه غالبا. اذا انت ملي فكرتيش ليا ودرتي ليا هذاك لاكسي ما خدامش، اكيد بان اليوم كنطلبوا من السيد العمده باش يراجع العقده مع الشركه اللي تدير التدبير ديال النقل على مستوى مدينه الدار البيضاء. شكرا سي يوسف، شكرا جزيلا على قبول الدعوه. متتبعي قناه انفاس بريس، الى اللقاء في لقاء جديد ان شاء الله.